السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. أيام جميلة طيبة بتمر على بلدنا الجميلة، كل عام وأنتم جميعا بكل خير، وحلقة جديدة من برنامج ربيني صح. ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معانا النهاردة إحدى خبيرات في مجال التربية والعلوم النفسية، دكتورة ندى المعتصم، أو الأستاذة ندى المعتصم زي ما بتحب دايما أقول لها، الباحث ماجستير في التربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. وحلقة عن الكذب، واللي الحقيقة بيجي لنا كثير من الأسئلة عنه وعن أنواعه وعن أسبابه، وشكوى كبيرة مرة من كل أولياء الأمور أو المربيين عن هذه الظاهرة، أسبابها وفن التعامل معها وكيفية علاجها. واحنا بنبدا مع حضرتك النهارده، الاول بقول لك كل سنه حضرتك طيبه. وعليك طيب يا رب. وبرنامج ربيني صح بيتعرض لمشكلات كبيره جدا بتمر بالمربي، ان كان في المدرسه او في الحضانه او حتى ما بعد المدرسه، منها بعض الظواهر والمشكلات الكبيره اللي بتقابلنا، وخاصه موضوع التحايل او الكذب. لو حضرة يعني هبدا مع حضرتك بالاول، نظره الشريعه للكذب. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني سعيدة لحضرتك تتكلم على موضوع الشريعة الإسلامية، علشان هو ده يعني جزء من المبادئ المهمة جدا عندنا من العقائد الراسخة. خلينا الكذب دي صفة منبوذة، صفة غير محمودة عندنا، ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم إنه أحد الأحاديث النبوية: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث تاني عن عبد الله بن مسعود اتكلم عن اللي هو: ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإن كان الشرع أباح بعض حالات الكذب بطريقة بسيطة جدا جدا لحالات محددة معينة ما تخرجش عنها، اللي هو إصلاح ذات بين المتخاصمين، وطبعا بين الزوج والزوجة. لو في مثلا أنت حلوة، لا أوكي، فبيقول لها أنت حلوة كده، عارف اللي هو بيكذب، ولكن عشان طبعا الألفة والمودة ما بينهم. ما حاجة دكتورة عشان ما تخرجش مشاكل. هي حلوة إن شاء الله. تمام. وآخر حاجة اللي هي في الحروب بقى والأعداء والكلام ده. فدي بس الحالات البسيطة جدا الشريعة الإسلامية بتاعتنا أباحت الكذب فيها، لكن غير كده الكذب صفة منبوذة، وأعتقد منهي عنها إن ما كانتش محرمة تماما يعني. طيب، هو لو أنا حسأل حضرتك سؤال بعض الناس دايما تقع فيه، هو هل الكذب علامة من علامات الذكاء أم الغباء؟ سؤال جميل جدا. في جامعة فلوريدا عملوا إحصائية من طبيب نفسي، كان هو عمل التجربة على 135 طالب، اللي هم دخلهم على ورشة عمل، وقال لهم كل واحد هيمسك، أو كل مجموعة هتمسك عدد من الأوراق كأنها زي الكوتشين أو حاجة زي كده، ويبتدي يختلس النظر للمجموعة التانية علشان ممكن يساعده في إجابة حاجة. أو فبالفعل طبعا كانت في كاميرات مراقبة محطوطة، وبالفعل الطلبة بدأوا يختلسوا النظر. الفئة العمرية كانت من 6 لـ7 سنوات، يعني دي بس عشان هنتكلم بعد كده على الفئة العمرية الفرق ما بينهم. فدي كانت من 6 لـ7 سنوات، عملوا الإحصائية اكتشفوا أن 80% من الأطفال دول شافوا الكلام ونفوا اللي هم شافوه، وال 20% التانيين شافوا الكلام، شافوا اللي هي الاوراق اللي بيلعبوا بيها، ولما جم اتسالوا قالوا احنا شفناه. لانه كانوا بيقولوا ايه يعني حل المساله، طب انت غشيت من فلان او انت استرقت النظر من فلان. 80% قالوا لا، و 20% قالوا فاكتشفوا ان ال 20% اللي قالوا دي دليل على ان هم ما عندهمش خبره، ما عندهمش خيال واسع، ما عندهمش قدره على الخداع، ما بيستخدمش مهاراته بشكل، ما بيستخدمش المهارات بشكل كويس. بينما ال 80% هم اصبحوا اذكياء طبعا بعد الاختبارات بقى الاي كيو والكلام ده، علشان ينفوا الكلام اللي انا اللي جاوبت لوحدي، انا اللي عملت لوحدي، انا ما استندتش لاي ايه يعني أي أشياء. يعني الاحصائيه بتاعت جامعه فلوريدا بتقول انه تقريبا 80% من الاطفال اللي بيلجا للكذب ان هم بيتمتعوا بالذكاء، ولكن بيديروا هذا الذكاء بشكل خاطئ. بشكل خاطئ. طيب، ما هو ده برضه هيخليني اقول انه الاولاد الثانيه اللي ادارت ذكائها او ما عرفتش تدير ذكائها، هل كل الذكاء، هل كل الكذب عند الاولاد محمود؟ هل كل الكذب عند الاولاد مذموم؟ يعني في ذكاء، في كذب عند الاولاد ممكن انميه واستفيد منه واديره بشكل صحيح؟
دي بقى احنا هنتكلم عن انواع الكذب عشان نعرف نرد على النقطة دي. ولكن قبل ما اتكلم عن انواع الكذب عاوز اقول انه مرحلة الطفولة اللي احنا بنتكلم عليها، احنا عندنا مرحلة الطفولة دي المرحلة اللي بتكون متوسطة ما بين مرحلة المهد ومرحلة المراهقة او بداية المراهقة. عندنا مرحلة الطفولة من سن سنتين لحد سن 12 سنة. مرحلة الطفولة عندنا بتنقسم لقسمين، طفولة مبكرة وطفولة متأخرة. الطفولة المبكرة بتكون من سن 2 لسن 5 سنوات ماكسيموم، يعني أعلى حاجة ليها بتبقى 6 سنوات. بعد كده من ست سنوات 7 سنوات لحد 12 سنة ده بيكون طفولة متأخرة. دلوقتي أنا في الفترة الأولانية في الطفولة المبكرة دي ليها أنواع، أنا غالبا مش هقول اللي الطفل بيكذب، هقول الطفل التبس عليه الأمر. لكن فيما بعد بقى من ابتداء من 6 سنوات وحضرتك طالع لحد اللي هو بداية المراهقة أو اللي هو المراهقة اللي هي المبكرة، ده بقول عليها الطفل عارف اللي هو بيكذب، ولكن يمكن ما عندوش المبادئ والقيم اللي تحسسه بالضمير والشعور بالذنب، ده أنا يعني خالفت الواقع أو قلت حاجة غلط في الكلام، فما عندوش بس حتة المبدأ اللي أنا كذبت أنا حاسس بالذنب. طبعا ده بيبقى للكبار حاجة تانية. فلو جينا نتكلم دلوقتي عن أنواع الكذب عند الأطفال، ما أنا قبل ما أروح لأنواع الكذب وحضرتك لمست نقطة مهمة جدا، وهو أنه البيئة المحيطة بالطفل أكيد يا إما تروي زرعة الكذب يا إما بتقضي عليها بدري بالمفاهيم وبالقيم وبالمبادئ وبالقدوة. تمام. يعني حضرتك بتقولي أنه بيبقى عارف أنه بيكذب ولكن مش عارف يتخلص من الموضوع إزاي، لأنه ما عندوش مدرسة، ما عندوش تجربة، ما عندوش توجه من البيت بأنه لا أنت تبقى أحسن كده. إنما أنا عارف أنه في بعض الأحيان بيتم غرس هذه القيمة، قيمة الكذب، بسبب التعامل الجاف أو الشديد من الأسرة. تمام. يعني بيخلوا الولد بدل ما بيحاولوا يحاربوا هذه الفكرة إن هم يأكدوا عليها أكتر. أنا عايز برضو حضرتك تقولي لي إنه من أسباب الكذب في الطفولة المبكرة البيئة المحيطة بالطفل، وياريت حضرتك تلقي الضوء عليها على المربيين يعني. تمام. طيب نبدأ الأول بالأنواع ولا بالأسباب؟ خلينا ناخد الأنواع الأول وبعدين نشوف الأسباب. طيب أوكي. تمام. أنواع الكذب عندي زي ما احنا قلنا عبارة عن نصفين، نصف خاص بالجزء الاول من الطفوله المبكره اللي هم من سن 2 لسن 5 أو 6 سنوات بالكثير، والجزء الثاني من 6 وحضرتك تقول لحد 12. عندي اهم انواع الكذب، عندي الكذب الخيالي، التخيلي او الخيال. هو ينفع ناخد حد من البحر الاحمر؟ عايز اكلم حضرتك. اهلا وسهلا معانا الاستاذ رمضان من البحر الاحمر. السلام عليكم. يا مرحب. يا مرحب باهلنا وناسنا، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اصل الكذب مالوش رجال، الكذب دائما هو في الدين، فالكذاب شيطان ملعون فاسد واطي له الشيخ، يا ما نشروا فينا الفتنة، خلقوا بالفتنة الملايين، اوعوا الصحب للكذاب، الأحسن تبكي بدمع العين، دولة مصانع للإرهاب، دولة في النيران حاجين، دولة ضد الإنسانية، دولة روح سكنين شياطين. الأستاذ رمضان من البحر الأحمر وكلامه الطيب الجميل، وأنا خدت قبليه عجبني قوي، اوعوا تصاحبوا في يوم كذاب لحسن تبكي بدمع العين، وأنا هاخد النصيحة الجميلة ديت وهنرفعها في البرنامج بتاعنا في برنامج ربيني صح اللي بيبلغ تحياته لكل أهلنا في البحر الأحمر الجمال، وبقول لك كل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ رمضان أنجز ووفى وجاب في الآخر خالص إنه الكذب مذموم ومش محتاجينه في حياتنا ولازم نربي ولادنا صح على الصدق. يمكن هو اتكلم عن الكذب بشكل عام. نعم. طبعا انا عندي الطفل اللي هو اللي اتربى على شيء، من شب على شيء شاب عليه. انا دلوقتي لو انا ما وقفتش الطفل عند المبادئ الصح للقوانين الحياتيه او للقواعد الحياتيه او الحاجات الاجتماعيه اللي المفروض يمشي بيها طول حياته، هيبتدي يستمر على كده. نعم. لو بنتكلم على الكذب بشكل عام، المنبت هو الطفوله. لو انا قلت معلش ده عيل صغير بعدين يبقى يكبر بعدين يبقى يفهم، لا، هو الاصل وهو صغير. احنا في مرحله انواع الكذب، يعني انواع الكذب نوضحه وبعدين حضرتك تكلميني على بعض اسباب في بعض المراحل. تمام. عندنا احنا قلنا الكذب التخيلي ده بيكون طبعا غير مقصود، لان احنا اساسا الكذب تعريفه بشكل مبسط هو التزييف او تشويه الطفل عن حقائق بقصد. هي مكتوبة بقصد، يعني لازم يكون متعمد. هما بيعملوا التزييف الحقائق دي ليه؟ يا إما عاوز يتجنب عقاب يا إما عاوز يحصل على مكسب. طيب العمد ده بقى هل موجود في السنوات الأولى من الطفولة المبكرة؟
لا اعتقد ذلك. بيكون مثلا عندي افلام الكرتون وفرافير وطار وما اعرفش وقع وبعد كده طلع تاني وحصل ايه واكلت الجبنه، لا انا ما اكلتهاش، طب مين فتح الباب، لا انا ما فتحتوش. ففي نمذجه من الافلام الكرتونيه اللي طبعا هي المفروض يكون يعني الفئه دي بالذات من الميديا عليها تركيز عالي قوي قوي قوي، لأن انا ايه اللي بيوصل لاطفالي، لان انا عندي الطفل مخه فاضي، مخه فارغ خالص، فانا ببتدي املاه املاه املاه. لو انا عندي المعلومات اللي بتوصل له معلومات خاطئه، ده كده بيرسخ عنده اللي فيه. انا ممكن اكل الحاجه واقول لماما انا ما اكلتهاش، ممكن اكسر حاجه واقول لماما انا ما كسرتهاش، تمام يعني كده؟ الام اللي بتبقى بتترك ولادها يشاهدوا هذه المواد على الكرتون او في التلفزيون، يجب عليها من الحرص، حضرتك بتوصي دلوقتي من الحرص ان هي تتابع مع اولادها طبعا وتنقي طبعا هذه المعلومات وتتكلم معاهم في الكلام ده. ولو لقيت حاجه مخالفه للمبدأ نفسه تقول له ده غلط، المفروض كان يعمل كذا. طب ده مش بيستدعي ان الام دي تبقى اصلا عارفه؟ ما هو احنا بنتكلم مش دلوقتي عايز حد يزعل مني يعني، لا ولكن هي دعوه لكل المربيات وكل اللي بيسمعونا دلوقتي ان هم اصلا يبقوا عندهم المبادئ. صحيح. يعني واللي مش واضحه عنده او ناسي يفكر نفسه، عشان لما تقعد مع اولادها تقدر تعرف اذا كان الكلام او الماده اللي بتقدم لاولادها دي ماده سليمه، لان حضرتك بتتكلمي في حاجه خطيره جدا، انه ينفع او ان الاولاد تجمل نفسها في السن الصغير ده اللي هو في الكذب التخيل. انا اعتقد ان حضرتك مجهزه لنا حاجه عن الشباب في الاعداد، لو يجيبوا لنا الفيلم الاول عن البنت اللي بتحط المكياج، تفضل. اعرف ايه اللي في وشك ده؟ داروش؟ داروش؟ لا. امال ده ايه؟ انا كنت بس، ايوه ماشي، انت كنت ايه؟ كنت بس اقفي لي هنا. ها؟ كنت بدور على حاجه، كنت مغبوطه، قامت الروس جاي على الحيطه، لقيته على الحيطه كده فوق السما، كنت مغبوطه على السما، حاولت انزل ما عرفتش. لقيت الروز فوق وانت دايسه عليه كده، قام جاي في بقك؟ هو ده اللي حصل؟ صح. ماشي. كنت بحاول اكبر الحبل عشان ينزل لي لحد ما اجري لك، هو ده الصح. يعني انت ما حطيتيش روج، ولا كان قصدك تحطي روج؟ مش قصدي اروح احط. متاكده؟ لقيته فوق السنة، لقيته متعلق مفتوح. مش متعلق على ايدي، دايس على وشي، ده اللي حصل. ها؟ ماشي، اوكي. رجعنا لكم، اسمحوا لي هنعلق على هذا الفيديو وعلى الكلام الرائع والبراءة والجمال في الطفولة، بس اسمحوا لنا معانا اتصال. أستاذة هبة؟ أيوه، ألو. أيوه فندم، اتفضلي، أهلا وسهلا. صباح الخير. أسعد الله صباحك، اتفضلي. أكلم الدكتورة ندى لو سمحت. سامعاكي، اتفضلي. اتفضلي. لو سمحتي، أنا ابني 5 سنين ونص، فهو بيروح مدرسة دلوقتي كي جي 2. كل يوم يروح المدرسة يعمل أي سبب للمس في الفصل، لا أنا تعبان، لا أنا ماما ضربتني الصبح، لا أنا طب أنا عايز أخرج أعمل مثلا أروح دبليو سي أو أي حاجة، أيا كان السبب، فده ما بيبقاش حاصل، يعني ده ما بيحصلش أصلا. أنا مش عارفة أتعامل معاه إزاي عشان يبطل يعمل كده. تمام، هرد على حضرتك ان شاء الله، واحنا بنتكلم على الاسباب. طفلها بيختلق الاسباب. الاسباب لعدم استكمال اليوم في الحضانه ومحاوله منه لانهاء هذا الموضوع. تمام. نرجع نعلق الاول على الفيديو بتاع البنت الجميله والكلام الرائع اللي في لحظه بس، مجرد ما واجهتها وما طيرت الروج في السماء ونزل الافكار والصور اللي حصلت، يعني تتابع ليها عند البنت وهي بترتجل، حاجه رائعه جدا، بس حاجه خطيره جدا برضه. حضرتك اخدت بالك من لغه الجسد بتاعت البنت؟ البنت مقتنعه تمام الاقتناع ان الروج طار ونزل على بقها وشدت الحبل والكلام ده. ده خيال واسع جدا جدا، عندها خصوبه في الخيال. عندها يعني ما عندهاش الادراك اللي هي تفرق ما بين الواقع والخيال. فلما حست ان هي مزنوقه في موقف ضعف، بدات تستدعي ايه؟ الخيال، واسترسلت بقى وعمل وطار، وهو اللي نزل عليا، لا مش انا اللي ايه؟ مش انا اللي حطيته. بينما الام استخدمت حاجه جميله جدا جدا جدا، ممكن برضه نتكلم عليها كمان شويه، فازاي اعرف ان ابني بيكذب؟ عادت ليها السؤال
اكتر من مره، والبنت في الاولانيه قالت روايه وفي الثانيه راحت قالت روايه مختلفه عنها شويه. بس انا لاحظت، ولازم حضرتك تاخدي بالك من الموضوع ده وتكلميني عنه، ان لغه الحوار مع الام كان فيها شيء من الحده، الحده وده ممكن يكون سبب في ان البنت تبعد بخيالها اكتر الى الخيال من الخوف. طيب معانا ام اياد. طيب وارجع كمل، معلش انا النهارده حبايبي كتير يعني. ام اياد اتفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. ايه حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك، اتفضلي. اولا بحييك على عنوان الحلقه، وبرحب بالدكتور جدا. ربنا يحفظك، اتفضلي. معلش يا دكتور، هسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. ابني عنده 2 شهر بس عصبي طول الوقت، وعشان يقول ماما لازم يقول لي 7-8 ماما، وارد عليه بنعم ويرجع يقول لي ماما تاني. ولو قلت له نعم مثلا بشخطة، او مثلا اقول له اه نعم عايز ايه، لازم يعيط، ولازم عايز الحاجة في وقتها، اول ما يطلب الحاجة تجيله في ثانية. ومش عارفة اتعامل معاه ازاي والله، يعني اوقات بضربه واوقات بفضل اطبطب عليه وكده وسايسه، ومش عارفة اتعامل معاه ازاي. تمام. ام اياد هنرد على حضرتك، حاضر. ولكن قبل ما ارد على حضرتك ارجوكي، انت وجعتيني قوي بكلمه ساعات بضربه. بضربه طفل. اطفال، ده طفل 2 وشهرين ما عندوش اي حاجه خالص تستدعي انه يبقى في عقاب بدني. تابعينا واحنا هنرد على حضرتك طبعا، في الدكتوره هترد على حضرتك في السؤال ده. دكتوره ام اياد، بس الاول عاوزه ارد، هو حاجه بسيطه قوي قبل ما نكمل الموضوع. كلمه اضربه ده، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيأمر الأطفال على الصلاة قال اضربوه، علموهم وأمروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم لـ10، يعني كام سنة فرق تعليم؟ فرق كمان بعد الـ7 سنين، 3 سنوات فيهم حوالي 5600 مرة تدريب. تدريب بعد كده أبتدي ألجأ للضرب، ولو الضرب اللي هو الضرب الصغير اللي هو الضرب البسيط، مش الضرب المبرح أو القاسي. ده على أعظم شيء في على أعظم شيء، اللي هو ركن أساسي من أركان الإسلام. دلوقتي أنا هاجي أتكلم عن ماما 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 ماما، هو أعتقد محتاج لجذب الانتباه، أو محتاج عاطفة زيادة، أو محتاج ل قربيه منك شوية. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبة للي هو بيطلب طلبات غريبة، ده احنا بنسميها ساعات الحماية الزائدة، اللي كل طلباته مجابة، كل طلباته أي حاجة عاوزها اتفضل، أي عشان هسكته. بس هي واضح من كلامها إن هو برضو عندها نقص في معلومات التربية، محتاجينها تذاكر شوية عشان تاخد الرخصة، لأنه ممكن يكون نمط الولد حسي بيحتاج إنه التواصل الجسدي الكثير بينه وبين أمه، زي ما حضرتك قلتي بيلفت يلفت انتباهه. السن ده سن احتواء وتملك. طب هل يا ترى في بيبي جديد فابتدى يبقى عنده غيرة؟ ما أنا مش عارف بقية التفاصيل، ولكن إحنا مبدئيا معترضين على موضوع الضرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربوا إلا شراركم. صحيح. وإحنا مش عايزين نخش في الدائرة دي. صحيح. هرجع مع حضرتك تاني، وإحنا كنا بنحلل الفيلم الصغير اللي هو الكذب التخيلي عند البنت. طيب. وهل حدة الأم في طرح السؤال اللي هو الاتهام وليس الاستفهام، هل الحدة والبادي لانجوش، لغة الجسد اللي فيها شيء من القسوة، ممكن يضطر الأولاد إلى التخيل والبعد عن الحقيقة؟ إحنا قلنا في البداية اللي هو الكذب تزييف عشان خايف من عقاب. أنا دلوقتي أمي بتكلمني بحدة، متوقع منها إيه؟ لو أنا قلت الحقيقة هتضرب، لو انا قلت الصدق يعني هبعد. كان في قصه، كان احد الدكاتره الكرام كان قالها لنا، انه واحد اسمه حماده بيلعب، طفل من الاطفال بيلعب بالكوره في مش عارفه في البيت، الفازه وقعت اتكسرت. مين اللي كسر دي؟ بكل براءه الطفل، انا يا ماما. تيكي 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 يتضرب. تاني مره يلعب فيوقع حاجه، مين اللي عمل دي يا حماده؟ انا يا ماما. طبعا بتلقائيه، تك 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 يتضرب. تالت مره جه برده حاجه باظت منه او حاجه اتكسرت منه، مين اللي عمل دي؟ لما لقى كل مره اللي هو بيتضرب راح عمل اسقاط على اخوه التاني، مش انا يا ماما ده فلان، يعني مش انفى فقط، لا ده كمان اسقط التهمه على حد تاني. مين اللي تعاقب؟ اخوه التاني. ففهم دلوقتي انه لتجنب العقاب، انا لو غيرت الواقع او غيرت الحقيقه علشان اتجنب العقاب، انا كده يعني هبقى سليم وهبعد عن اي عقاب بقى، سواء بدني او سواء معنوي او اي انواع من انواع العقاب. مفيش جبر خاطر على الصدق، يعني مفيش نوع من انواع السماح، اني اسامح ابني عشان هو عمل قيمه انه قال الحقيقه، واني ارحل العقاب شويه او حتى اخففه شويه، فيبقى كده بحفز الطفل على انه يستمر في موضوع الصدق. يبقى هنا تاني برضو المربيه او المربي، هو كان دافع كبير جدا
في استمرار هذه الصفة المذمومة عند الطفل. يعني يمكن كمان بنتكلم هنسبق بس شوية من أسباب الكذب عند الأطفال، القسوة والسيطرة والتنمر على الأبناء، وحتى كمان التنمر على الزوج. يعني لما زوج يتنمر على زوجته بيخلي الطفل يكذب علشان يتجنب أن أمه تتضرب أو يتجنب أن أمه تتهان أو الكلام ده، علشان يخفف من عليها الأذى النفسي أو الجسدي. فأنا دلوقتي بالنسبة لي لو أنا استمريت أو أنا استخدمت العقاب سواء بدني او معنوي شديد للطفل، انا ممكن اقفل حته الكذب وافتح عنده مشكلات سلوكيه تانية كتير جدا جدا جدا، زي العنف وزي السرقه وزي ممكن توصل للتبول اللا ارادي، مشكلات تانية. طب انا ممكن احل الموضوع ببساطه شديده جدا جدا جدا، اللي انا كده وين وين زي ما بنقولوا، انا هكسب اللي انا خليته يبطل الصفه دي، وفي نفس الوقت حصنته من اللي هو يعمل اي مشكلات سلوكيه تانية او هو يدخل في اي مشكلات سلوكيه تانية. بس انت حضرتك فتحت معايا موضوع تاني خالص انا بشكرك عليه، ومبدا وين وين اللي هو فائز، انت فائز وانا فائز ده، وان حضرتك بتقولي انه مفهوم المكسب عند الام هو اللي لازم يختلف. طبعاً. يعني الام المفروض وهي بتربي مكسبها فين؟ في ان الفازه ما تقعش تتكسر، ومين فينا الصحيحة. ومين فينا الفازه بتاعته ما اتكسرتش لغايه دلوقتي؟ هي القصه حرصها على ان الفازه ما تتكسرش، ولا ان شخصيه ابنها تبقى سليمه. فلو ولو حضرتك تاكدي على انه مكسب الام في انه الصفات الحميده هي اللي تستمر، يبقى اسلوبها في التعامل مع المشكلات هو اللي يختلف. اكيد هنصل لعلاج جزئي على الاقل لموضوع الكذب. حضرتك فاكر زمان كده، احنا خلاص بقى ولعنا الزمان، زمان كان في عندنا في دروس العربي ودروس الدين كان فيما اعتقد لو انا مش ناسيه انه حد قبل ما تنسي طالما فاكره. اوكي طيب. ناخد ام محمد. اهلا وسهلا. اسمحي لي الحاجه ام محمد اتفضلي. وعليك السلام ورحمه الله. رحت دكتور معايا محمد عندي سنه كامل شهور لحد لفه ما بيعرفش يمشي، هو بيمشي على الانتريه وبيمشي حبه صغيره وبعدين يطلع السنين ويوقف، يعني يهدى شويه في البيت. معلش عنده قد ايه تاني يا ام محمد؟ سنة وثمان شهور. سنة عنده سنة وثمان شهور. اه ما بيقدرش يمشي؟ اه بيمشي على الانتريه يا دكتور، سنة وثمان شهور. بيسند على الانتريه. اه بيمشي على الانتريه ومش حبة صغيرة طب هو بيتكلم؟ طب اخبار الكلام ايه؟ اه بيتكلم ما شاء الله عليه يا دكتور، ما شاء الله. طيب حاضر. بيقول كل حاجة ما شاء الله عليه، طلع السنان يعني. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظه. حاضر هنرد على حضرتك. حاضر. موضوع عدم القدره على التحرك في السن دوت، كان عنده مشكله في الاعصاب او في العضلات او نقص. لا ما هو ما دام بيتنقل يبقى سليم. كلمه ما دام بيتنقل على الكنبه ده كده يبقى سليم. زمان اهالينا كانوا بيقولوا لنا ايه؟ اللي بيتكلم بدري بيتاخر شويه في التحرك، واللي بيتحرك بدري بيتاخر شويه في النطق. فانا اعتقد دي مساله طبيعيه جدا، مساله وقت، فهتلاقيه بيجري رهوان في البيت وتفضل تجري ورا مش هتلحق تمسكه. ان شاء الله ربنا يحفظه لك ان شاء الله. نرجع تاني لانواع الكذب، واتكلمنا عن الكذب التخيلي وقلنا انه محمود لو الاسره ابتدت توجهه بشكل كويس لانه بينوم على ذكاء شديد. طبعا طبعا خيال شديد. واسع، خصوبه في الخيال. ان ننميه ونشكر ولكن نظبط الحاجات المعتقدات الخاطئه اللي فيه. يعني الاسلوب الامثل اللي تديني حضرتك مثل لفن التعامل الام، ازاي تتكلم مع الطفل اللي عنده خيال واسع، تقول له ايه ما تقولوش ايه؟ يعني انا دلوقتي بس الاول عاوزه افرقه ان في فرق ما بين النوم اللي انت حلمت بيه في الحلم، انا كده حلمت في حاجه ما يجيش يختلط معايا يقول له لا انت ما حصلش ده كان حلم، فانت تخيلت ان انت عملت كذا. اللي انا افرق في فرق ما بين الواقع اللي حصل دلوقتي وما بين الخيال. يبقى انا دلوقتي لو هاجي اتكلم هقول يا ماما اديني بخيالي قصه من الواقع، سوري اديني قصه من الواقع ولكن سيبيني اسرح فيها بخيالي، ولكن يكون واقع موجود. احنا دلوقتي الكذب عامه مش حاجه فيما سوف يكون، الكذب موقف سبق حصل خلاص وانا بغير او بزيف او بشوش، صحي كده؟ لكن لو انا دلوقتي قلت لك مثلا اديتك موقف وقلت لك اديني نظره تخيليه عن الموضوع، فانت هتبتدي تتكلم وبعدين هعمل كذا وهروح المكان الفلاني وهيبقى عندي عربيه وهبقى دكتور والكلام ده، فانا عندي نظره تخيليه المستقبليه دي حاجه، لكن نفي الكلام السابق ده حاجه ثانيه خالص. يعني ده هيخلينا نرد على السؤال اللي جالنا الاول اللي هو الولد اللي بيختلق الاسباب لعدم الذهاب للحضانه، هل هي اسباب في البيت؟ هل هي اسباب في الحضانه؟ المهم ان في حاجه مخليه الولد غير مستمتع بوجوده في الحضانه. نرد كده على اختنا الفاضله اللي سالت. طيب ده نوع اسمه كذب ادعائي. بيكون في قسمين،
القسم الاولاني اللي هي الاستاذه كلمتني فيه اللي هو انا تعبان مش قادر اروح المدرسه، انا عيان هغيبوني انا مش قادر اروح، ده بيكون محتاج عطف من الاباء، عاوز جذب الاهتمام ليهم. والنوع الثاني عندي اللي هو بنقول الادعاء اللي هو التفاخري، انا معايا كذا وعندي اوضه كبيره وفيها لعب وعندي وبابا بيشتغل كذا وعنده عربيات كتير وعنده حاجات، الكلام ده بيكون عنده شويه انخفاض في تقدير الذات، عنده قله شويه في الثقه بالنفس، عنده لا يدرك المهارات الحياتيه الموجوده حواليه. فانا ده كده الكذب الادعائي عندي، لو انا ابني بيدعي المرض او بيدعي عدم القدره على الذهاب للمدرسه او عمل الواجب او الكلام ده، الاول هتاكد ان هو اوريدي سليم عضويا تماما، بعديها ببتدي اشوف السبب. احنا اهم حاجه عندنا في العلاج معرفه الدافع، معرفه الدافع، ايه الدافع ليك اللي انت مش عاوز تروح. طبعا بس بتكلم بالفاظ اطفال شويه، انت يا حبيبي مش عاوز تروح المدرسه ليه؟ طب انت فعلا عيان؟ لا بس انت كويس اهو، انت تمام. طب انت مش عاوز تروح المدرسه ليه؟ اصل الميس بتضربني، اصل صاحبي بياخد الساندوتش مني، اصل الفلاني الفلاني بيزقني، اصل مين خد الاستيكه بتاعتي. هتبتدي تطلع انا ما بحبش اروح المدرسه ليه، مش كذب وادعي ان انا مش عاوز اروح المدرسه علشان مجرد الكذب، لا اكيد في سبب، احنا عاوزين بس نعالج السبب، لان احنا لو عالجنا السبب الموضوع هيكون بسيط جدا. يعني تدخل من ولي الامر طبعا ومن المدرسه طبعا ودراسه بسيطه جدا وباب فتح باب الحوار مع الاولاد. الخمس سنوات ده صغير جدا، اللي هو يدعي اللي هو مريض او مثلا مش عاوز يروح المدرسه علشان يعني ممكن تبقى الحضانه طارده طبعا، يعني طبعا المعلمه طبعا اللي في الحضانه عندها ممكن هو عنده امكانيات معينه مثلا في الحسابات، عنده اللي هو الذكاءات المتعددة، عنده حاجه في الصور في الالوان في الكلام ده هو مش لاقيها في الحضانه، فطبيعي ما عندوش ميول للحضانه. حضرتك يمكن اي طفل صغير لو جبت له صورتين، صوره فيها الوان كتير وصوره فيها ابيض واسود، هتلاقيه يعني راحت للالوان الكتير اللي هي الالوان المبهجه، لان هو سبوت العين اللي بتحب الالوان والكلام ده. فانا طبيعي الحضانه لازم يكون فيها الاستعدادات اللي تؤهل الاطفال اللي هم يستمروا طبعا تجذب الاطفال ويستمروا فيها بحب. طيب احنا طبعا عشان عندنا لسه كلام كتير ولسه المرحله العمريه اللي بيبدا فيها الكذب واحنا كنا بنتكلم في انواع الكذب، اتكلمنا في الكذب التخيلي طبعاً. وانا عايز برضه اقول للساده المشاهدين احنا النص الثاني ان شاء الله من الحلقه بعد قليل هيكون معنا ضيف صغير مصطفى اشرف، حد من الاولاد الجمال جدا جدا اللي ان شاء الله هنعمل عليه شويه يعني نفتح معاه باب الحوار، هنشوف نماذج طيبه جدا جدا من الاولاد اللي تربوا صح وازاي قدروا من خلال المفاهيم والمعايير والقيم يقدموا لنا نماذج كويسه. هيكون معانا ان شاء الله في النص الثاني الحلقه الدكتوره هتستضيفيه بقى. تمام. الكذب التخيلي وفي انواع تانية من الكذب هنقولها بسرعه علشان نقفل باب الالوان. آه. عندنا كمان الكذب الالتباسي برضو ده من ضمن المرحله العمريه في الطفوله المبكره، عندي التباس ما بين احنا قلنا الطفل ما بيكونش عنده حصيله لغويه كويسه، ما بيكونش عنده ذاكره قويه جدا لتذكر الحاجه، فممكن يلتبس عليه الامر فيقول موقف بزياده اللي هي اضافه او حذف لبعض الكلمات او بعض الاشياء اللي فيها، لكن هو ما كانش قصده اللي هو يكذب لان ده التبس عليه الامر، وده اقرب نوع للكذب التخيلي. وبعد كده عندنا الكذب الانتقامي، ده بيكون بقى في المراحل الثانيه من اللي هو الطفوله المتاخره. عندنا مثلا دلوقتي يعني واحد مثلا متزوج زوجه تانية ومامه البنت مثلا او مامه الولد مش موجود، فتبتدي مثلا هي متضايقه عاوزه زعلانه من مرات باباها، فتيجي تقول له على فكره هي ما اكلتنيش، على فكره هي كسرت لي اللعبه بتاعتي، هي بس عاوزه تنتقم منها لان هي حالت مكان والدتها. عندنا نوع كذب تاني اسمه الكذب الغرضي، اللي انا بكذب من اجل الحصول على مكسب معين، زي مثلا انا لقيت الاستيكه دي بتاعت مين؟ بتاعتي. طب هي بتاعتك طبعا؟ لا بس انا عاوز احصل عليها، فانا ببتدي اكذب عشان احصل على الحاجه. عندنا حاجه تانية اسمه الكذب العنادي او الكذب اللذه، ده بيكون انه فقط ان انا ما كنتش تحت سيطرتك، انا الند بالند، انت هتعمل كذا لان انا هند معاك، وبيبتدي يستمر في الاول الموضوع العند وبعد كده بيتلذذ وبيستمتع بالكذب من اجل بس ان انا عاوز بس اعند مع فلان الفلاني. عندنا كمان نوع تاني كذب التقليدي او كذب المحاكاه، ده واهم الانواع يعني اللي المفروض كنا نبدا بيها، انه التليفون بيرن، رد يا حماده على التليفون، بابا بيقول لك هو مش موجود. ليه؟ بابا قال له قول له انا مش موجود، فهو طبعا الطفل بكل براءه بابا بيقول لك هو مش موجود. انا دلوقتي عندي برضو نقطتين في الحته دي،
طفل بكل براءه بكل سذاجه، بابا بيقول لك هو مش موجود، طفل طبعا ما يعيش الموقف نفسه فبيتنامزج على والده او بيحاكي الموقف اللي والده عمله، او ان طفل تاني اكبر منه شويه انت عملت كذا ليه، انت كذبت، طب ما بابا بيكذب، اشمعنى بابا بيكذب، طب ما انا المفروض انتوا هو قدوه لي، انا بعمل زي اللي بابا بيربيني عليه، او البابا غير اصل قال ان احنا كنا في المكان الفلاني واحنا ما كناش في المكان الفلاني، ما بابا بيكذب، يبقى انا كمان عادي، يبقى صفه من نموذج للاب او تقليد ليه طبعا من غير ما يكون فاهم الفرق ما بين الايه الصح من الغلط، انا بابا بيعمل كده اذا الكلام صحيح. عشان كده احنا بنقول دايما للمربيين خلي بالك انت متراقب، راعي جدا جدا الفاظك وتحركاتك في البيت، لانه الاولاد ممكن يتخذوا هذه الامور بالنمزجه زي ما حضرتك قلت كده. طيب واحنا اتكلمنا على انواع الكذب، ومحتاج بسرعه قبل ما نطلع الفاصل ده تقولي لي حضرتك المرحله العمريه اللي بيبدا معاها نوع من انواع الكذب او انواع الكذب دي. تمام، احنا قلنا الكذب بيبدا من مرحله الطفوله بتكون من سن 2 لسن 5 سنوات، ومن سن 5 سنوات لسن 12 سنه، او من سن 6 سنوات لسن 12 سنه، ده بيكون الطفوله المتاخره. انا عندي الطفل بيبتدي يكذب من سن 2 او 3 وحضرتك طالع، طبعا احنا قلنا في البدايه اللي هو الكذب التخيلي او الكذب الالتباسي او الكذب اللي هو ما يقصدش ان هو بيكذب بس هو بيغير في الحقائق لان هو ما عندوش الادراك الفصل ما بين الواقع والخيال، او ما عندوش المهارات اللغويه الكافيه عشان التعبير عن اللي هو عاوز يقوله، فده بس المرحله البدايه. بعد كده بيكون الكذب الى حد ما عند الطفل عارف اللي هو بيكذب، ولكن لا يدرك قيمه اللي هو المبدا ان الكذب منهي عنه او الكذب حرام، لكن الكذب تقريبا ما يبدا من 3 سنين و4 سنين وحضرتك طالع اللي هو التخيلي. التخيل جميع الانواع، التخيلي والالتباسي والغرضي والانتقامي والادعائي، وعندي اللي هو التفاخري، وعندي كمان كذب اللذه، وعندي كذب الوقائي ده اللي هو في الاخر خالص اخر نوع من انواع الكذب، الوقايه اللي انا خايف اتعاقب فانا يعني بكذب عشان ما اتعاقبش. طيب. اللي هو بيبعد عن نفسه، بيبعد عن نفسه. طيب اسمحي لي واحنا بنتكلم، احنا اتكلمنا على انواع، هنتكلم على الاسباب. تمام. وهنتكلم على حاجه كمان مهمه جدا، هو ازاي اعرف ابني بيكذب، وازاي اعرف ايه نوع الكذب اللي ابني بيكذبه، وده سؤال هيبقى يعني بيدور في اذهان كل الساده اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ولكن اسمحي لنا نخرج فاصل بسيط. تمام. نستقبل فيه الضيف اللي معانا ونرجع نكمل تاني. ماشي يا فندم. اسمحوا لنا نخرج فاصل ونرجع ليكم تاني. اتفضل. اهلا وسهلا، رجعنا لكم تاني، وبقى معانا ضيف جديد مصطفى اشرف، الطفل الجميل الرائع اللي الحقيقه انا حبيت يكون نموذج للاولاد اللي لما اتربت صح على اسم البرنامج ربيني صح، الاسره الجميله الطيبه قدرت تغرس في مصطفى بعض القيم والمبادئ، واللي الحقيقه يعني وهو بينفذ وهو بيراعي او اللي اتربى عليه حصل له بعض المشكلات نتيجه عدم تقبل مجموعه من اصدقائه ومجموعه من القائمين عليه في المدرسه لبعض المواقف اللي كان فيها شيء من اظهار الصدق والصراحه، فكان بيعاني شويه من انه يكمل ويقول الصراحه ولا يداري ويخبي، ولكن اصر على انه يقول الحقيقه ويقول اللي اتربى عليه، وده وقعه في بعض المشكلات هنسمعها منه النهارده من مصطفى اشرف. اهلا وسهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا. احنا معانا طبعا الدكتوره النهارده هتبقى سعيده وهي ايه بتتكلم معاك شويه في موضوع يعني حبك للصدق واحترامك ليه، وازاي كانوا في البيت بياكدوا على موضوع انك دايما تبقى صادق ودايما تبقى مخلص وامين. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. دكتوره قبل ما نروح لمصطفى، واحنا كنا بنتكلم على قلنا انواع الكذب، وكنا محتاجين نتكلم على اسبابه عشان اللي بيسمعونا وشافوا الانواع السبعه او الثمانيه اللي حضرتك ذكرتيهم كل واحد فيهم ينقي بقى من الاسباب اللي حضرتك هتقوليها حاجه تكون هي كانت الدافع في انه ابنه يستمر او يقع في هذا المحظور يعني. تمام. طيب قبل ما ابدا برضو في الاسباب كنت عاوزه اتكلم، السؤال حضرتك سالتوني قبل الفاصل ازاي اعرف ان ابني بيكذب عليا. مبدئيا بيبان الكذب عند الاطفال، لان الطفل بيكون زي ما نقول كده عشوائي شويه في لغه الجسد بتاعته، يعني ما تقدرش تقول لطفل اقعد ساكت يفضل قاعد كده، مش هيقدر، تلاقيه عمال يحرك في عينيه وايديه ورجليه وعمال، فهي دي طريقه يعني زي ما نقول كده لا ارادي عمال يحرك في جسمه خالص. ففي احصائيات عملت ان لغه الجسد ربما تساعد على كشف الكذب، وكان في عالم اسمه سبريدي
قسم فصوص المخ الفص ايمن فص ايسر، ده طبعا تشريحيا مش موجود هو بس يعني تخيل. يعني معنويا وقال ان الفص الايمن عباره عن الابداع والتخيل والالوان والموسيقى والفن، ودخل منها كمان اللي هو الخيال بقى والحاجات اللي اوريدي مش موجوده في المخ، يعني الحاجه اللي هو الخيال الواسع، ودخل بقى الفص الايسر للمخ اللي هو الواقع والمنطق والذكريات اللي اوريدي موجوده، وبقى الحسابات والكلمات والكلام ده. فزي ما احنا نقول كده النص اليمين نص تخيل والنص الشمال الى حد ما نص واقع. فقال ولا يعني كمجرد احصائيه، ولكن هي علميا لسه محتاجه شويه دراسات اخرى عشان تاكد الاحصائيه، انه الطفل ساعات بيتعرف من لغه الجسد بتاعته. لو انا دلوقتي سالت الطفل سؤال وعينيه زغت يمين وشمال كده وقعد يروح يمين وشمال وفي الاخر راحت ناحيه اليمين، يبقى هو دلوقتي بينشئ ملف جديد، ملف تخيلي جديد علشان يبتدي يقول. لو طبيعي راحت لاول مره للشمال، هو على طول بيستدعي ملف في الذاكره اوريدي موجود حاصل. طبعا برضو بيبان من حركه الايدين والتوتر والنفس ورعشه الصوت وحركه الجسم والكلام ده كده كله لغه الجسد. ولكن في بعض الامور الامهات او الاباء ممكن يعملوها علشان يتبينوا الحق اذا كان ابنهم بيكذب ولا لا. فالام مثلا تيجي تساله سؤال، هيرد يقول لها ما حصلش مثلا، تقوم عايداله السؤال بصيغه مختلفه وتشوف الاجابه بتاعته هتبقى زي اللي فاتت ولا لا. تمام كده؟ او تقول له سؤال بجواب مفتوح استرسل، شغل مباحث يعني. ما ده بقى اللي هو السنوات الطفوله المتاخره. طبعا الطفوله المبكره هو من اول بيبان على طول، لكن ده مثلا تساله سؤال مفتوح، كلمني بقى النهارده عملت ايه، تستنى كده عليه شويه وتيجي تقول له بقى كلمني بقى النهارده عملت ايه، نفس السؤال ولكن بعد فتره شويه، وتسيب له السؤال مفتوح فهو بيبتدي يتكلم بقى ويطلع كل الايه الحاجه. وكمان نوع بس ده بقى بتاع المخابرات زي ما حضرتك بتقول، اللي هو السؤال المفاجئ. تكون بتكلمه في موضوع عادي جدا 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 جدا، ومره واحده تقول له مين اللي كسر دي؟ يقول انا او مش انا او الكلام ده، بيبتدي اللي هو العنصر المفاجاه يعني. الارباك بالظبط كده. فده اللي هو ازاي اعرف ان ابني بيكذب، ولكن زي ما احنا قلنا علامات الجسد او لغه الجسد مؤشر ربما يكون موجود، ولكن انا مش هعتمد عليه اعتماد كل، انا ممكن بعتمد لبعض السبل الثانيه، ولكن طبعا لما يكون في مساله انا بعت لهم بعض الرسائل المخابرات اللي موجوده في البيت وبتربي بنظام الشغل المباحث ده. ارجو ان حضرتك تبعتي لهم رساله النهارده يرحبونا شويه ويخفوا شويه من على اولادنا، ونخلي اولادنا يستمتعوا بطفولتهم يعني. اسمحي لي ناخد حاجه كده من مصطفى النهارده ضيفنا الجميل، وارجع مع حضرتك تاني واحنا بنتكلم في بعض اسباب الكذب عشان نقدر نتلاشاها يعني. مصطفى اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كلمني عن نفسك بقى كده، انت في سنه كام؟ انا في سنه 6. في مدرسه ايه؟ 25 يناير التجريبيه. ما شاء الله ما شاء الله على الكلام الجميل. طيب انا وانا بتناقش معاك كده قلت لي انه كان في بعض المواقف، طبعا الاول بشهاده كل اللي حواليك بيقولوا ان انت ولد ما شاء الله عليه مجتهد وشاطر وناجح ومحبوب يعني، ولكن انا النهارده كنت في صدد انه اصرارك على انك تبقى صادق وامين عمل لك بعض المشكلات في المدرسه كده، صح كده؟ اه. عايزك بقى بسرعه كده وفي اجازه تحكي لي كده ملخص على المشكله دي، وازاي انت قدرت تستمر على اصرارك على حفاظك على الصدق يعني. هو اللي حصل اللي احنا كان بيدونا بريك في نص يعني وقت المدرسه، فاحنا انا كنت بلعب وفصلنا كان بيتشاكل مع الفصل الثاني اللي هو جنبي، فبعد ما خلص البريك طلعنا كل واحد الفصل برده كانوا برده بيتشاكلوا ثاني، فهم كانوا ماسكين واحد صاحبي كان معايا من 4 سنين في المدرسه، كنا يعني بنقعد مع بعض على طول ونلعب مع بعض، فكانوا بيضربوه، فانا ما يعني ما قدرتش اشوف الموقف كده، فروحت حشت فواحد خربشني فتعورت، فانا اتضايقت فبدات امسك فيه. تدافع عن نفسك؟ اه ادافع عن نفسي، ف لان افتكروني اللي انا يعني افتكروني اللي انا جاي مثلا اتخانق معاهم واضربهم كده، انا بدافع عن نفسي عشان هم ضربوني يعني. فالمشكله اتحلت والميس جت وصلحنا وجم تاني وراحوا برضو عايزين يضربونا. راح الميس بقى ايه مغلطانا احنا الميس دي عشان معاهم بقى لهم فتره وهي لسه يعني جديده في الفصل بتاعنا، ما تعرفكوش قوي تعرفهم قوي، فمالت معاهم ايوه وراحت ودفعت عنهم اه
وده خلاها ايه، نقلت صوره مش كويسه عنك وعن الفصل بتاعك. ايوه، ويعني بدأ يجي لنا استدعاء ولي امر، واتصل بابا وقالوا له تعالى وبس كده. وبعد كده بابا قال لي، وبعد كده بابا مشاني. فتح معاك حوار باباك واتكلم معاك وصارحته؟ صالحته. وكان بيتعامل معاك في الموضوع ده ازاي؟ يعني اول حاجه هو تعصب لما هم اتصلوا بيه، وبعد كده بدأ يفهمني وكده. اتعامل معاك بهدوء وفتح باب الحوار معاك، ولما فهم الموضوع هل قال لك انه الامور دي بتدار ازاي، وكان التصرف اللي انت عملته ده مثلا تصرف يعني عادي جميل كويس، ولكن كان في تصرف افضل منه؟ يعني دايما بابا بيشرح لك انه في بعض المواقف ممكن تتصرف فيها بشكل اوسع من كده؟ وقال لي بيفتح معاك باب حوار. بتحب والدك؟ بيتكلم معاك؟ طيب والدتك بتفتح معاك باب حوار ولا برضو بتعنفك؟ لا لا، بتفتح معايا برضو باب حوار. انت بتحب تغيب من المدرسه ولا لا؟ تحب تروح المدرسه؟ مين افضل مدرس في المدرسه عندك؟ ميس اسمها ميس ميرفت، كانت بتديني وانا في سنه رابعه. ليه بتحب ميس ميرفت؟ يعني ما بتتعاملش بعصبيه وما تضربش، يعني كده، يعني بتتعامل بلين وبتتعامل بحب معاكم يعني. ده نموذج انت تحبه يكون دايما موجود في كل المعلمين والمعلمات. ايه رأي حضرتك في الكلام ده يا دكتور؟ انا بس لفت انتباهي في الاول حاجتين، بعيدا عن الموضوع شوية ولكن حاجات لذيذة شوية. صاحبي اتضرب، انه الولاء، انه انا اكون وافي لصاحبي، يتضرب اروح احوش عنه حتى لو انا هتضرب معاه، ولكن يعني ايش، سوا نموت سوا، ولكن صاحبي. فموضوع الولاء والصداقه ده شيء مهم جدا، خصوصا عند طفل في المرحله العمريه بتاعته. ده بينص اللي هو فيما بعد ان شاء الله يعني هيكون يعني عنده قدره على استمرار الصداقه فيما بعد، لان هو صداقه فيروح يرمي نفسه في الهلاك عشان ينقذ صاحبه، ده موضوع مهم جدا يعني. احنا معانا 5 دقايق تمام. ومعانا كلام مهم لازم نقوله، ولسه في روشتة لازم تبعتيها لكل اللي بيتفرجوا علينا. تمام. طيب تاني حاجة بس وهختم على طول، ان هو قال في آية في القرآن، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال لك انا ما ضربتوش، هو انا كنت بحوش عن نفسي او بدافع عن نفسي. يعني هو ما راحش بالاعتداء، هو جه كان بيصد الضرب او بيدافع عن نفسه فقط. ولكن زي ما احنا قلنا كده، ما تعتديش على حد، ولكن يعني دافع عن نفسك. اهم حاجه في الموضوع ان هو تحلى بالصدق. لما جه استدعاء سواء من ولي الامر يعني الوالد او المدرسه، ما انكرش الكلام، قال الكلام كما يجب ان يكون زي ما هو حصل بالظبط. فده من اهم الاسباب اللي يبقى ده طفل ما شاء الله يعني سوي وعنده مبادئ كويسه راسخه يعني. نتكلم بسرعه في العوامل عشان او الاسباب عشان الوقت بتاع الحلقه بتاعتنا. احنا عندنا 4 عوامل رئيسيه، عندنا عوامل بيئيه، عوامل اسريه، عوامل نفسية، وعوامل خاصة بمرحلة السن. هبدأ الأول بسرعة بمرحلة العوامل البيئية. العوامل البيئية دي زي الجار وزي الصاحب وزي المدرسة. المدرسة طبعا المؤسسة التربوية يعني عليها عامل كبير جدا جدا في تربية الأبناء. وعندي العوامل الأسرية، عندي اللي هو الأب والأم. احنا يمكن اتكلمنا في الأنواع اللي هو النموذج الصحيح للأب والأم. ما ينفعش يكون الأب والأم بيكذب أو بيحاكي ابنه بالكذب وهو يقول له لا. فاحنا محتاجين دلوقتي أن يكون في أب وأم كويسين. عندي من ضمن الأسباب المهمة جدا جدا الأسرية، عندي القسوة، وعندي التنمر، وعندي العنف، وعندي الإهانة، وعندي عدم الاهتمام، وعندي حاجات كثيرة جدا 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 بتنبع من الأسرة نفسها، بتخلي الطفل يلجأ للكذب علشان انا موجود، محدش يضربني، طب انا هعمل كذا، انا هعمل كذا. عندنا حاجات تانية اللي هي العوامل المختصة بالسن. احنا قلنا يمكن اللي هو السن، الاطفال عندهم ما يعرفوش كلمة يعني ايه ضمير، او هم عارفين كلفظ لكن مش عارفين ماهية الضمير هي ايه. ما عندهمش التفرقة ما بين الواقع والخيال، زي ما احنا قلنا ممكن ما يكونش عندهم حصيله لغويه جيده، فهم ممكن مش عارفين يعبروا. فده بيرجع للعوامل اللي هي الخاصه عمري بمرحله السن. واخر حاجه عندنا العوامل النفسيه، العند من الشخص، قله التقدير النفسي او الانخفاض في مستوى التقدير النفسي له، وعندي ثقتي بنفسي مش كويسه، عشان كده بلجأ لان اكذب علشان احصل على جذب او مكسب تاني. عندي كمان خوف
من العقاب عندي عاوز احصل على حاجه وما عنديش الامكانيات اللي انا احصل عليها، فابتدي اكذب عشان احصل عليها. كل دي حاجات نفسيه، يمكن احنا اختصرنا جدا جدا في العوامل. بس الام اللي دايما تقول لاولادها اللي بيكذب يخش النار، لفظ منتشر جدا جدا للاطفال، صعب في الاطفال، وان انا اصور لهم هذا اعمل الصوره الذهنيه للجنه والنار في السن ده وهم لا يدركوا، يعني انه نقول لهم ايه على الموضوع ده يا دكتور؟ في حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا انه الصوره الذهنيه عند الطفل ده من العوامل النفسيه ومن الاسباب النفسيه، انه اللي بيكذب بيخش النار. طب ما انا اكذب انا هخش النار، يبقى ليه ما اكذبش؟ تمام، طالما كده كده هخش انا كده كده داخل النار، فخلاص بقى انا خدت صوره ذهنيه عني انت كاذب، خلاص انا بكذب اذا انا هكذب. وطبعا بتبقى الاول ما بياخدش باله، وبعد كده بيعتادها انه عادي، اصل احنا كنا في النادي امبارح، اصل احنا اكلنا ايه، اصل مش عارفه مين، اعتاد على الكذب. لان انا كده كده النهايه بالنسبه لي انا كده كده داخل النار، فيلا يا جماعه بقى ندخل النار مع بعض يعني. دكتوره وقتنا خلص. طيب. والشباب بيقولوا لي كان نفس الحلقه دي تتكمل، وهم ان شاء الله يشغلوا بقى في النهايه دلوقتي الفيلم الاخير خالص. طب تعقيب على الفيلم الاخير، احنا معناش وقت خلاص. طيب اوكي. انما هم قالوا طيب خلاص عشان عايزين يسمعوا لحضرتك. طيب. التعقيب اتفضلي. الكذب مشكله سلوكيه مش مرض نفسي. مشكله سلوكيه معناها مش علاجات، مجرد ارشادات ونصايح. يمكن احنا في الانواع وفي الاسباب احنا اتكلمنا عن الى حد ما بعض النصايح، ولكن اهم نصيحه عاوزه اقولها بخصوص الفيلم الكرتون انه استخدموا قصص وامثله فيها مبادئ وفيها قيم للاطفال عشان تحثهم على العادات الكويسه والعادات السليمه اللي هي العادات المحموده عندنا في الاسلام يعني. دكتوره ندى المعتصم، الباحث ماجستير في التربيه بجامعه الازهر، كنت ضيف طيب معانا النهارده في يوم جميل برنامج ربيني صح، وكانت الحلقه عن الكذب انواعه واسبابه ومهارات التعامل معاه. بشكر حضرتك للقاء الطيب ده، وتوعدينا بلقاء تاني نستكمل فيه الحوار عن الايجابيات في هذا الموضوع. بشكر حضرتك، بشكرك يا مصطفى على انك موجود معانا النهارده، وبناكد على انك كنت نموذج طيب جدا. يستمر زي ما انت، وانا بوجه تحيه شكر لوالدك ووالدتك على الاسلوب الرائع في التربيه، بنقول لهم جزاكم الله خيرا. اعزائي المشاهدين، في هذا اللقاء الطيب لا يسعنا الا ان نتوجه اليكم بكل الشكر الحسن المتابعه. كنتم معنا في برنامج ربيني صح، وعد باللقاء مرات ومرات ان شاء الله، حتى نلقاكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.